اي حد بيحب الفراخ المشويه في الفرن، تعالوا نشوف ايه هي المقادير. عندي فرخه، عندي الجزر البيبي، عندي كمان الكوسه، عندنا المشروم والبطاطس والريحان، وهاتوا البقدونس، وهنعملها مع خلطه التندوري. عندي الكاري، بابريكا، جوز الطيب، والملح والفلفل والثوم اهو معانا. يلا تعالوا نشوف كده. اول حاجه هعملها هجيب الفرخه بتاعتي الجميله اللذيذه دي كده، هحطها هنا، وايه هدعكها بمعجون التندوري كده من بره وجوه وكله. طبعا التندوري من الحاجات اللذيذه جدا جدا اللي ايه اللي بنحبها، ويا سلام بقى لو كمان تتبلوا كده بيها. بصوا كده هحاول ايه معاكم ندخل جوه كده، كل ما دخلنا جوه كل ما ايه شربت اكتر. اعجنوه ويديله احلى معجون اهو. شوفوا شوفوا بقى الجمال، معجناها وظبطناها وقعدت اهي واتبسطت اهو. حلو قوي الكلام ده. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. هديها هنا كده بس تحت شويه زيت. ايوه، وبعدين اعمل معاكم ألذ وأطعم صوص. يلا الخضار بتاعنا الجميل ده، شوفوا 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 بقى. عايزه اقول لكم ان البهارات لما بتتعمل بتطلع حلوه جدا اهو كده مع الثوم. تعالوا هنا ننزل كده الخضار كده، شايفين الفرخه قاعده زي الهانم اهي، واحنا ايه بندلعها خالص. بنحط معاها كده، وهنيجي هنا كده. تعالوا انقل كل ده في هنا عشان تبقى اكبر شويه. بصوا بقى الجمال والحلاوه دي، ونقلب كده شايفين، وهنزل على الخضار بتاعنا بالتوابل الحلوه دي كده، وكله يخش مع بعض. اهو يلا، والريحان عشان النكهه بقى الحلوه كده، والخضره بتاعتنا الجميله. الله الله على الريحه، خطيره ده كده. وندخل الفرن ويستوي، بيطلع قصير روعة.